حبيبي الكرام، اليوم الوضع عن جد مو طبيعي. ركز على وجهي منيح، فيغ جد منهم جاوب وجبت شغله باللعبه من التليفون. وين التليفون؟ من التليفون حبيبي والله، يعني عن جد يا جماعه ركزوا معي. كيف اليوم قبل بلاش باي شيء، لا تنسوا باللايكات وشوفوا لي شو اللي شفته. دام برو، تفرجوا على هذا السكين حبيبي. يعني عن جد ما عندي شو بدي اقول يا جماعه. اسم الطبيب السام في ماجيك كيوب. لا 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 لا، فهمانين علي؟ هذا السكين يا شباب من يعتبر من اقوى، مو اقوى، خلي اقوى على جنب. ركز معي، هذا السكين يعتبر من اقدم سكنات لعبه فري فاير يا جماعه. يعني عن جد الوضع معلم، يعني ما عاد عارف شو بدي اقول جد يعني. ونازل في ماجيك كيوب، ديم برو صراحة يا شباب، يعني جد يعني ديم. ركزوا لي، ركز يعني شباب، هذا من اقدم السكنات يعني جد يعني. انا ما اعرف شو بدي اقول لكم يا جماعه، وضع معلم مو باللوز يا صديقي. بس ولكن شباب هذا نازل في ماجيك كيوب، ومعي طلب معي 5 ماجيك كيوب. يعني لازم نجيبه اليوم يا شباب ونلعب بالسكن، لانه شباب الوضع مو باللوز. اوكي خلينا ندخل هيك معلم على راح نعمل هالاستبدال. يا سلام، معلش شباب من يومين كثير ما بحت واحد ماجيك كيوب، يعني الصراحه من يومين. اوكي نعمل استبدال، فرت ماجيك كيوب. ياب شباب، ياب اللي عنده ماجيك كيوب شباب، اللي يحصل عليه على طريق الماجيك كيوب، يعني اكيد كل لاعبين فري فاير كلياتهم يعني مجمعين الماجيك كيوب واموركم باللوز. بدنا نجيب ابو هذا السكن معلم، ليتس جو. اي حسب الطبيب السام يا جماعة، يا الله مو طبيعي. نعمل هيك، قل لي يا سلام عليك يا برو. يعني يا جماعة هالفترة يا جماعة يعني جد شيء مو طبيعي عم يصير. عنا هذا السكين حسب الطبيب السام، نعمله حسنا، أكيد نعمله فتح، أكيد نعمله تزويد. يعني ركزوا معي كيف يا أخوان. أوه ماي جاد مان. شو هي هيك وشو هيك؟ يعني ركز معي هون، بتخيل لك رويال مالن عندكم هون، هذول نزل من فتره، والكريمنال شاب كل الكريمنال نازلين. ويلي يعني عن جد معلم، عن جد امر مو طبيعي يا جماعه. تفرج في منات نازلات يا جماعه، طبعا حصلنا عليهم شباب، نزلت لكم مقطع من كم يوم ونعملنا الحرقه على الفيسبوك حبايبي. كريمنال شباب، اشياء هذول هيك معلم، هذول الاشياء يعني عن جد معلم. الى اين نحن ذاهبين يا اخوان؟ الى اين نحن ذاهبين يا جماعه؟ الى اين نحن ذاهبين ووين راح يصير الوضع؟ اوكي شباب خلينا ما نطول كثير عليكم الصراحه. لم بين الدنيا صباح شباب، بدنا ندخل نجلد الناس يا جماعه. يا سلام عليك يا معلم. فرق ويلي فرق ويل يا اخوان. تظنون هذا الشباب، هذا بالنسبه لي شباب، هي اول مره، يعني هي بالنسبه لي شباب اول مره بلعب هذا السكين. عن جد هذا السكين انتم شايفوه امامي يا شباب، اول مره بلعب بهذا السكين يا جماعه. يعني عن جد يعني هذا السكين معلم، ولا كريمنال. شفتوا لي كريمنال حبيبي والله، شفتوا لي كريمنال يا جماعه. اللي الكريمات معبيه الساحه يا اخوان، مع الساحه معبيه الوان وكل شيء يا معلم. اوكي معلم، خلينا ندخل هالجيم نشوف على الرواق، نشوف وضع كيف راح يكون. اوكي شباب، جيم تحماية معلمنا اليوم. اوكي طبعا بتعرفوا شباب، صار لي يومين ما لي فتح بسوس على الفيسبوك. ليك حبايبنا ان شاء الله رح نرجع للبسوس، ان شاء الله باذن الله تعالى غدا يوم الخميس رح يكون الوضع بلوس نار وشرار معلم. الوضع رح يكون نار وشرار يا جدعان. اوكي معلم، يمكن حمي صلي تقريبا يومين ما يلعبان شباب، ندخل نلعب هيك على رواق، شوف الوضع كيف رح يكون بهذا السكين. وين قدامي الكريمنال؟ ما عندي نسر يا جماعه. قول لي لا لا لا، كل قندره كنا قندره معلم، كنا قندره. شوف العلم شلون، ويلي ما في نسر يا جماعه انا رحت فيها. يا الله ما في نسر، كل احد يا الله. بليز. اوكي ان شاء الله حق حالي اشوف شي سلاح من هون من الباب هذا البيت. قول لي اشوف، يلا ما لوت السلاح يا جدا. اي واحد، ويلي واحد داون، ثاني داون، جي هنا الناس. الله هاي فنش راح طلبت هذا معلم. ويلي لو
في واحد بالداخل مش هاي واحد تعالوا يا برو لكن فيه هذا والله طلعك فيه بتهموا دول ويلي عم يصيرون يا اخوان مش عم يحصل هنا عنده لا يا اخي خلينا نلعب الاين حلو شباب لا يا جدك لا بليز خليك ريلاكس حبيبي رم حبات لا هاي كريستيانو يا جدك كريستيانو من الصبح يا ويل يهديك ربي يا موتين بدي درهم ما بدي درهم يا جماعة بدي درهم للأسف أنا أجيب الدرهم يا أخوان ياك معلمة كده عم بتطلع من طرف ثاني رح يغدرني ويلي تعال كده هون مش كين هنا بدي درهم يا أخوان أوه هون في دلوز أوضاع قولي نايس هون شوفي هون ما في شيء هون شوفي درهم هون في درهم يا دوز قول لي هون في اصوات ناس عم تضرب بعض المعلم لا جبت بتشد حرام ما شاء الله هيك اول جيم يعني تحميه حلوه ومرتبه معلم ندخل نصبح على جماعه التدريب يا جماعه جماعه اللي بيعملوا انترينما بيسبس ترايسبس تراكسيون فهمتوا علي شلون يعني حبيبي ورد لا شو جماعه المدربين الصباحيين اوكي تعال المعلم غير ياخذ الانتي بورتي وندخل المعلم شوف وضعك كيف حبيبي والله قولي انا الوحيد يا جماعة انا الوحيد فندخل الثقب الاسود اللي انا الوحيد ما عليه بالتدريب ولا شلون نخدقهم يا جماعة ده عندي الان الوقت كتير بكير يعني وحبيبه والله وين هاي واحد ايه بيبي ويلي لو بيبي الله عليك الله ليه عم تعملوا انتو؟ ول زين ما قبل بفورتي عم بضرب بعيد يا جدك انا سوالي ولا بشوف هذا شو يا اخوان ول بعلي من بردون على السفر بط صاحبي بط صاحبي لا ما عندي تالت ولا تقول اي شيء يا جدي السلام عليكم ولا الحاج الو هيا وين بربر ما يموت اخونا معلم ما يموت اخونا ما بده يموت معلم مع الصبح اوكي تعال شوف بربر واحد من هذول معلم هيك على الخفيف لعب هذا السكين يا اخوان والله قولي بربر بضرب معلم بلعب سلاح من بعد يهديك ربي يا مولانا بربر بيجيب اللوز معلم بربر بيجيب اللوز اوكي هذا معلم خلاص اوكي جماعة التدريب معلم فايقين وضعهم باللوز معلم جيجي اوكي خليهم معلم يكملوا تدريباتهم سو ليديز اند جنتلمان الله يسعد ليكم يا اساطير هيك بكون تام مقطعنا اليوم حبايبي الكرام ان شاء الله استمتعتوا معنا اعزائي شكرا جزيلا لكم حبايبي ونداكم وشو اوكي معلم عن جد ما بعرف شو بدي اقول يومكم سعيد ونراكم ان شاء الله باذن الله تعالى غدا باللايف ستريم نرجع للبسوس بيكون وضع باللوز طبعا شباب ريحنا شوي اليومين على رواق نرجعكم غدا باذن الله تعالى شباب على البث مباشر خليكم باللوز تحياتي لكم من لكم خليكم باللوز.